اهلا بيكم في فيديو جديد من قبل ما تشتري الفيديوهات دي احنا بنتكلم فيها عن البرفان قبل ما سيادتك تنزل تجيب وانت مش عارف عنه اي حاجه في اي حاجه وتلبس فيه في الاخر وتقول يا ريت اللي جرى مكان فيديو النهارده هنتكلم فيه عن برفان بيربري هيرو هنتكلم عن البارفان ده باستفاضه في الدقايق الجايه واقول لك رايي فيه واقول لك لو انصحك انك تجيبه ولا لا او ايه اللي تخليك حذر منه قبل ما تقرر ان انت تشتريه وهنتكلم عنه بالتفصيل بس الاول يا ريت لو مش عامل سبسكرايب ترزع الخنفاري واحده سبسكرايب واكتب لي تحت في الكومنتات لو عندك اي بارفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو او في بارفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل وانصحك انك تجيب مين فيهم وبرده دلوقتي الخنفاري بقى على الانستجرام والخنفاري الكميه المتاحه في مصر دلوقتي محدوده جدا لان بعد كده الخنفاري محضر مفاجاه كبيره قوي 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 يلا بينا نبتدي الفيديو نبتدي الفيديو ده مع بربري هيرو باول حاجه وهي ريحه البرفان يعني تكوين البرفان ده عامل ازاي هو البرفان ده يعتبر ماس ابيلينج هو نزل من سنتين اعتقد 2021 او 2020 مش متذكر ولكن البرفان بشكل عام من البرفانات الماس ابيلينج اللي هي ريحه عاديه كل الناس هتحبها ما فيهوش يعني حركات كتير البرفان ممكن تعتبر ان هو وودي وسبايسي واروماتيك شويه في شويه سيترس او يعني في شويه حمضيات ولكنها في المقدمه كده وبتروح لحالها وخلاص فالبرفان ده بيبتدي لك بشويه وبعد كده بتلاقي ان يعني بيهدى شويه تحس ان النوتات الودي بتبقى موجوده وبرده في النص بتحس ان في شويه بلاك بيبر او يعني فلفل اسود فالبرفان ميكس كويس قوي ولكنه مش اختراع جديد ما هوش يعني الحاجه المميزه قوي ريحته ما اللي ال ال هتلفت الانتباه ولا حاجه ولكنها ريحه ماس الناس كلها بتحبها الناس كلها بتبقى يعني متقبله الريحه دي جدا فلو انت بتدور على التميز البرفان ده ما هوش مميز قوي لدرجه اللي انت متخيلها الجوده بتاعته كويسة ولكن يعني بربري برضو ما متفردة قوي في الجودة هو في الاول في الاخر بارفان من ماركة ازياء يعني ماركة ازياء بربري ماركة محترمة في الازياء وفي الكوتس وفي في البدل ويعني في الازياء بشكل عام ولكن البرفانات بتاعتها مش كلها كويسة ومش كلها يعني ايه بتعدي البارفان ده مقبول ولكن برضو من ناحية التميز وان ريحه واو والناس هتلتفت ليك وكده لا مش مش ده اللي انت هتدور عليه ولكنه جيد نروح لثاني نقطة مع البارفان ده ألا وهي الفيرسيتيليتي أو تعددية الاستخدام تستخدمه إمتى وفين وإزاي وإيه هي الفصول أو الأوقات المميزة لاستخدام البارفان أو المناسبة لاستخدام البارفان انت ممكن تستخدم البرفان ده بفيرسيتيليتي عالية قوي او يعني ممكن تستخدمه ممكن في اي وقت واي مكان مش هيقول لا البرفان ممكن تستخدمه في الصيف او في الشتاء او في الربيع او في الخريف الشتاء مش هينفعك قوي لان البرفان ده اداؤه مش اقوى حاجة وهنتكلم عن الاداء في نقطة قادمة ولكن هنا البارفان اقدر اقول لك ان هو في الصيف والربيع والخريف ممكن يبقى كويس او يمكن ممكن يبقى مقبول بسبب عامل الاداء ولكن في المجمل برضو البرفان ممكن تستخدمه في استخدامات كاجوال او فورمال تحس ان هو بيدي لك كويس قوي من من ناحيه اتجاه الريحه او الدي ان إيه بتاع البارفان ده ممكن توظفه توظيف كويس قوي فحته الفيرستيليتي كويسه يعتمد عليه في معظم الاوقات ومعظم الفصول ما فيش مشاكل ولكن هنستفيد شويه في حته الاداء في النقطه اللي بعدها بعد كده ممكن ننقل على حاجه بتهم ناس كتير الاول قبل ما ندخل في حته الاداء الا وهي عامل الاطراءات هل البارفان هيجيب لك اطراءات من الناس او من السيدات بشكل خاص أه البارفان بشكل عام بيجيب لك اطراءات من اللي حواليك البارفان ماهوش مميز قوي ان هو هيلفت الانتباه ولكن اللي بيقرب منك بدرجه كافية ويلاحظه بيقول لك ان ان انت ريحتك كويسه بس البارفان ماهوش مميز قوي ان الناس تدخل معاك في, في يعني ايه في سؤال انت حاطط بارفان ايه ماهوش البارفان اللافت قوي ان الناس تسالك انهي بارفان انا عايز اجيب زيه لا البارفان بيخلي ريحتك كويسة وخلاص. فمن ناحية حتة الإطراءات يعني لو عايز تعتمد عليه هو مش هقولك ان هو هيخزلك ولكن هو هي... هي... هيقوم بالواجب وخلاص. يعني هو برفان بيخلي ريحتك كويسة وخلاص. ما فيش اي ابداعات يعني في الحتة دي. ونروح بقى لحته الاداء مع البرفان ده وهو اسم على غير مسمى هو البرفان اسمه بيربري هيرو ولكن هو في الاداء مش هيرو خالص يعني هو مش بطل خالص في الاداء اداء البرفان ده يعني بالكاد يكون متواضع البرفان انت بتتكلم عن ثبات يمكن ثلاث ساعات ونص مثلا بالكثير اربع ساعات ونص ولا حاجه الفوحان بتاعه ما بيفوحش كتير قوي ومش مده كبيره يعني انت بتتكلم على بعد نص ساعه بعد ساعه الا ربع بتلاقي البرفان ده نزل جامد قوي في حته الفوحان وبقى سكن سنت فخلي خلي بالك ان اداء البارفان ده ماهوش اقوى حاجه انا هنا بتكلم عن نسخه الاي دي بالتحديد هنا ولات في نسخه منه الاي دي بي هبقى اتكلم عنها وعمل لها فيديو مخصوص الفتره الجايه ولكن الاي دي تي اداؤه ماهوش الاداء القوي وماهوش الاداء اللي يعتمد عليه ليوم كامل فلو انت نازل مشوار ساعتين ثلاثه اربعه بالكثير ممكن البارفان ده يبقى كويس بالنسبه لك انما لو عايز تعتمد عليه خلال يومك بالكامل يبقى البارفان ده للاسف مش هيبقى هو انسب حاجه ليك ونروح لاخر حاجه مع البارفان ده الا وهي سعره هل انصحك انك تجيبه ولا لا البارفان ده سعره بيتراوح من 35 لحوالي 50 دولار للازازه ال 50 مللي هل انصحك انك تجيبه ولا لا بصراحه مش عارف اقول لك لا ولا اه بس ممكن اقول لك ان البارفان ده جربه الاول قبل ما تجيبه هو في المطلق يعني مش بارفان غالي ان انت يعني ده استثمار ولا حاجه بالمقارنه باسعار برفانات تانية كتير في السوق هو برفان يعتبر من ارخص البرفانات اللي موجوده دلوقتي ولكن بسبب نقطه الاداء اقدر اقول لك ان انت قيمه الاول مع نفسك قبل ما تقرر ان انت تجيبه وشوف الاداء ده هيبقى مرضي ليك ولا لا هل هتتقبل اداء البرفان بالشكل ده ولا لا وبعد كده خد قرارك ولكن بالنسبه لي البرفان ده ما فيهوش اي ابداع ما فيهوش يعني حاجه مفتخره قوي بربري قدمتها في البرفان ده هو بس حصل عليه ضجه وخلاص وحصل برده على تركيز الاي دي بي هتكلم عنه بعد كده ان شاء الله ضجه ف يعني مش مش قادر ان انا انصحك انك تجيبه بس برده لو عايز تجيبه انصحك ان انت لازم الاول تجربه وتتفهم نقطه الاداء الاول قبل ما تقرر ان انت تستخدمه